لسه مكملين معاكم في اليوروبيان تشامبيونز ليج. في نفس الدور بيصطدم فريق مانشستر الانجليزي بنظيره بروسيا مونشن جلادباخ على ملعب بوشكاش ارينا. بيمثل لقب دوري ابطال اوروبا اهميه خاصه طبعا بالنسبه لبوب لبيب جوارديولا مدرب السيتي اللي لم ينجح في انتزاع على اللقب منذ توليه او الحصول على اللقب منذ توليه القياده الفنيه للسيتيزنز في 1 فبراير 2016. ده طبعا كان خلفا للمدرب السابق مانويل بيلغريني. تأهل مانشستر الى دور 16 متصدر للمجموعه الثالثه برصيد 16 نقطه. اما بروسيا مونشن جلادباخ بيصعد لهذا الدور وصيفا لريال مدريد في المجموعه الثانيه كان رصيده من النقاط 8 نقاط.